والآن أدعو السيدة جلسومينا بيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، الشريك الرئيسي المعني بتنفيذ محور النقل ببرنامج نوفي بلس. Allow me to welcome the Vice President of the European Investment Bank for Mashrek Region, جلسومينا بيجليوتي, for her speech. Thank you very much. شكرا جزيلا سعادة الوزير رانيا المشاطة، سعادة رئيس الوزراء، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الضيوف الكرام. يشرفني اليوم أن أمثل بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أكبر بنك تمتلكه دول الاتحاد الأوروبي 27. إن زيارتنا إلى مصر لا توضح ولا تدل فقط على الشراكة الدائمة بين بنكنا وبين هذا البلد العريق، وإنما أيضا توفر لنا فرصة لكي نفتتح ونطلق المقر الإقليمي الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. وهذا يؤشر لاهتمامنا بالوجود في هذا البلد. وعلى مدى شراكتنا قدم البنك حوالي 15 مليار يورو من أجل أهم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عموم البلاد. في الواقع اهتمامنا بمصر مستمر ودائم، وافتتاحنا لهذا المقر في مصر فرصة لدعم الرفاه والتعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا المحور أو هذا المقر الإقليمي سوف يشكل منصة للتعاون والابتكار وسعي إلى الاستثمارات المستدامة التي يعود أثرها على الشعب المصري بالنفع. منذ سنة وفي مؤتمر الأطراف 27 في شرم الشيخ تحققت إنجازات مهمة، ومن ضمنها توقيع اتفاق شراكة النقل الأخضر. وفي الواقع يشرفنا أننا نقود محور النقل الأخضر تحت منصة نوافي، وقد حشدنا اهتمام المؤسسات المالية الدولية بهذا المحور، وسوف نستثمر خبرتنا الفريدة التي أيضا مدعومة ب 125 مليار يورو في شكل استثمارات في قطاع النقل في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها. إننا نستثمر في النقل الأخضر والمستدام، وهذا أمر مهم ليس فقط من أجل العمل المناخي، وإنما أيضا من أجل التقدم والرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي. إن النقل الأخضر المستدام يخلق فرص العمل ويحفز النمو ويؤدي إلى مزيد من الوصول إلى الفرص والأسواق. هذا الجهد التعاوني قد تضمن ثلاثة وزارات مصرية. أولا بنكنا، بنك الاستثمار بنك الاستثمار الإعمار والتنمية الأوروبي، بالإضافة إلى وكالة التنمية الفرنسية. وهذا الاتفاق يوضح أسس التعاون والتنسيق التي تقدم دعما قدره 3.5 مليار يورو، وذلك في قطاع النقل، وذلك حتى نهاية هذا العقد. وهذا يتضمن 1.5 مليار يورو دعم من بنك الاستثمار الأوروبي. وأنا يسرني أن أشير إلى التقدم المحرز الجيد في تنفيذ محور النقل الأخضر تحت المنصة، ونحن الآن قد أتممنا مرحلة دراسات الجدوى. إن الالتزام المالي محوري من أجل إطلاق العنان للاستثمارات في النقل المستدام، وهذا مهم لتعزيز الحركة والانتقال في المنطقة وتقليل التلوث وتخفيف والحد من انبعاثات الكربون. على مدى العام الماضي شركاؤنا في مجال النقل حددوا أهم المشروعات التي سوف تحدث تحولا وسوف تغير مشهد النقل في مصر. إن مد الخط الأول لمترو القاهرة ومد أيضا مترو الإسكندرية أبو قير نحو الغرب يعتبر من المبادرات الطموحة التي تتفق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع الشركاء من أجل دعم تحديث خط سكك حديد المنصورة دمياط، وذلك
ذلك في منطقة الدلتا. هذه المشروعات يفترض أنها سوف تخدم الملايين من المسافرين والركاب في كل عام، وسوف تحسن من التواصل وتقصر من المسافات. نحن نؤكد على التزامنا بنوافي وتحديدا محور النقل الأخضر، وبناء على هذه الشراكة التي بدأناها في مؤتمر الأطراف 27، نحن عازمون على استثمار خبراتنا المالية من أجل أن نطلق العنان لمشروعات النقل الأخضر، والذي يمكن أن يحسن حياة الملايين في عموم البلاد في مصر. إننا لن نلتزم فقط بالتزامنا، نوفي التزامنا بالعمل المناخي، وإنما سوف ندعم كذلك التنمية المستدامة التي سوف يمتد أثرها. وفي الختام، بنك الاستثمار الأوروبي سوف يعمل كتفا بكتف مع الحكومة المصرية ومع شركاء التنمية. اسمحوا لي أن أشكركم سعادة رئيس الوزراء وكل الزملاء من الحكومة، شكرا للريادة التي أبديتموها خلال مؤتمر الأطراف، وشكرا لإطلاق برنامج نوفي. مع اجتماع كل الشركاء اليوم، نحن هنا نقر بدعمنا للانتقال من أجل العمل المناخي في عموم البلاد، وكم هذا مهم للكوكب. نحن تعاوننا لا يقتصر فقط على الاستثمار المالي، وإنما يمتد كذلك للالتزام بمستقبل مشترك من شأنه أن يوفر الفرص للنمو الاقتصادي في مصر ولشعب مصر. دعونا سوياً نطلق رحلتنا نحو المستقبل والغد، ودعونا نوفي معاً.